عايزه اقول لكم بقى كمان، هم طبعا ده كلام عن وثيقه ملكيه الدوله، واحنا كنا اتكلمنا عنها وبالتفصيل وعن المجالات اللي الحكومه قالت ان هي هتعمل منها تخارج فوري، وان المجالات اللي هتعمل فيها تخارج على مراحل في خلال كام سنه، وفي بعض المجالات اللي قالت ان هي مش هتعمل منها اي تخارج الحقيقه. لكن حتى الان ما فيش اي حاجه سمعنا ان الدوله او اقتصاد القوات المسلحه او الحكومه ما بقتش فيها. حتى اللحظة ما حصلش الكلام ده خالص خالص خالص. النهاردة البنك المركزي طلع بيانات بيتكلم فيها عن قيمة الديون اللي تم سدادها في الست شهور اللي فاتوا. اتكلم عن انه سدد 11 مليار و900 مليون دولار. 11 مليار و900 مليون دولار، قال لك دي أعباء خدمات دين كانت مستحقة على مصر، جزء منها كان أقساط وجزء منها كان فوائد مدفوعة على الديون الخارجية. قال لك تم الدفع خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022، في الفترة من يوليو لديسمبر سددنا مبلغ 11 مليار و900 مليون دولار. ده رقم ضخم على فكرة، رقم ضخم جدا الحقيقة. بس تزعل بقى قوي لما تعرف التفاصيل. البنك المركزي ناشر تقرير قالك ان المبلغ اللي سدده ده، دي كانت الدفعات اللي موجودة على مصر في النصف الثاني من العام الماضي. 9 مليار و100 مليون دولار دي اقساط، دي فلوس علينا. 2 مليار و800 مليون دولار دي الفوائد. انت متخيل؟ 9 مليار ده فلوس من اللي عليك، و2 مليار فوائد. ده القرض اللي اتزلينا ذل السنين للصندوق النقد الدولي عشان ناخده، وقعد الكيرف ينزل 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 20، لا ده 15، ده 6، هم 3 مليار. انت دافع بس في الست شهور اللي فاتوا 2 مليار خدمات دين. ليه بتقترض وتدفع خدمات دين وفوائد بالرقم ده؟ عشان القطر الكهرباء، عشان البرج العالي، عشان النهر الكبير، عشان عاصمة الأشباح. وعلى فكرة كلمة عاصمة الأشباح دي مجنناهم ومخلياهم دلوقتي مركزين في حاجة واحدة بس، العاصمة الإدارية لازم تتفتح ولازم الناس تتنقل ليها ولازم الشغل يبقى من هناك. فده موقفنا. طبعا البنك المركزي في التقرير بتاعه قال لك رصيد الدين الخارجي على مصر نهاية العام الماضي ديسمبر 22 وصل 162 مليار و900 مليون دولار. 162 مليار و900 مليون دولار، ارتفاع قيمته 7 مليار و200 مليون دولار عن النصف الاول. يعني احنا اخذنا ما بين النصف الاول والنصف الثاني اقترضنا سددنا 9 واقترضنا 7 و2، لا مش سددنا 9، سددنا 11 واقترضنا 7. ده انت ماشي كده، انت ماشي كده. ما هم السبعة اللي انت خدتهم انت سددت قصادهم 9، والاتنين دول اصلا فوائد. يعني السبعة دول لما هتيجي تسددهم معرفش هيبقوا كام عليك. لكن احنا ماشيين كده من يناير ليونيو، اخدنا 7 مليار دولار، ودول بصراحة ما سمعتش عنهم احنا خدناهم من فين. عشان الامانة يعني دول دخلوا لنا من فين؟ خدناهم بقى من اوروبا، خدناهم من الامارات، خدناهم من الصين، رهننا عليهم حاجات، ما اعرفش. بس الديون بتاعتنا زادت ب 7 مليار. وفكره بقى واحنا عمالين نتكلم 157، كنا عاملين فرح على 157 مليار، وطلعوا يكذبونا وجايبين منين الارقام دي ومش من الارقام دي. النهارده هو المركزي بيقول لك لغايه ديسمبر اللي فات انت عليك 162 و900 مليون دولار ديون.